هذا الوحيد اللي خدم تونس في الحقيقه، كلها سرق، كلها سرق، والحكومه اللي شهدت تو كلها سرق، كلها تسرق، كلها سرق. هاي الحكومه، هاي الاتحاد، هو الوحيد هذا الاتحاد. من عام 64 ثوره شبوها القلال الصوبل، ولذلك هم شدوا الكريت كانوا هاربين وكانوا متخبين. بعد ما ماتت الثوره مش متعرفات وكلام، هيانا الشهداء هم ساقطين تطار في تاريخ ما الاتحاد. شدوا الكريس، شدوا الكريس، شدوا الكريس، شدوها ولبدوا. انا جو بو اجوتي ان مو بور سيلي كي كومبرون، جو سوي اون تونيزيان، تونسية حرة، ما عندي حتى انتماء حتى حزب. اليوم عندي دوسي انا مطردة، ما حبونيش نرجع مع قرار وزاري. اليوم نقف في القصبة بعد الثورة، والجمعة اللي ماتوا اللي قبل جاوني رجالي طردوني، البوليس يحمي فيا، قالوا لي احنا نهضة نتاع النهضة نتاع باب زويخة، جاني كركر فيا. قلت شكونك انت؟ هاو الخطر على تونس اللي ولينا حتى القصبة ما نجمش نوقفوا فيها. كان المظلوم يمشي للقصبة يهز ورقة بعد الثورة، يدخل الوزارة اليوم تلقى بعد اللي هي ماهيش بوليسية، ماهيش أمن، والله نعمل له هكا يكركروا فيا، والعباد خايفة، خايفة تقف القصبة، القصبة علامة الإدارة التونسية اللي تحكم، القصبة من عهد البي نتاع الإصلاح نتاع البلاد، ولاو يطردونا فيها، يطردوا فيها التونسي الحر اللي يحب ياكل ويتضرب. يا تونسي يا حر، فيق لبلادك، راك الخبز ما عادش باش تاكلوا، التونسي اليوم يطيب في البصارة. وانت صاحبتي قال يا ماما شنو هي البصارة؟ قالت له ماكلة الطلاب، قال يا ماما احنا ولينا طلاب. اليوم التونسي كلاس موين ام ابوها سادة ياكلوا في البصارة، عاملين سياسة تجويع، عاملين حتى الحرية في الشارع. وليت انا امرأة خايفة، نمشي لوزارة المالية نخوف. او يا ولادي اللي اختار على تونس، يا ولادي انضواو ضد الاتحاد وكحوا.